وجه حتى. عليكم السلام، صباح الخير. كلته يعني طريقته صح؟ نعم. تويت نهل ما خبطتش عليه ليه؟ ما ويش بلتين ورد نهل وخخ انت نتل تسوي لك شاو. انت ساكت يقول لك عملك شاو؟ وانت كيت شاب شاي على الريج يعني اعمل ايه يعني؟ حد فطرني وقلت لا البحث بارك عليك صراحة. ليش ما نشيت انت ليه ما قمتش ليه محسن تروح تفطر؟ قمت قلت اروح لوحدي يعني. وليش؟ اي ولد قمت الساعة 10 الصبح. ما خصك، صلاح شو تريقتوا؟ بيت. بس بيت؟ مليون نمونة تودر كل شيء بس بيت؟ بيت. حتى مع هذا؟ ايه. اسد؟ ايه. صلاح. ايه ايه. ها صلاح؟ اه. كان ناس وايد داخل المطعم؟ لا. خالي؟ ايوه الحين. صلاح صلاح ترى بتطيح عنك الدلة بتنكسر. وين طاحت؟ وين طاحت الدلة؟ شوي شوي عني ومتصرف. وحده بس وحده اي وحده وحده بس. وين الطعام؟ هي بس خلاص اي فنيال حقينا بعد عندي فنيال فنيال هلا هنا جنب اخوه عزيز جنب اخوه بس خلاص 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 عزيز هاي قهوة ما هذا تبني؟ القهوة اللي عليها رضوان من ايه تذبح اليوم ذبح منو؟ أسد بلا الحين ذبح خلاص ذبح يلا عندك محسن كلك تمر كلك ثلاث أول أول الحين كلك ثلاث صحات ثلاث رقم واحد ايوه شو صار صارك؟ شي يقول لك هذا؟ شي يقول لك هذا؟ شي يقول لك؟ مالك خبان. لا ما حاجة هو عيب. خلاص. وخلاص. شو تقولون صلاح؟ ما عارف خلاص. لا هو عيب هو عيب. انت ما تعرف مصري؟ يا سلام ما تقول خلاص ليه؟ هو عيب هو عيب. خلاص. اهو قلت لك ايه بس صلاح حرام 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 صلاح تروح النار محسن عضه انت عضه 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 هي هي اموتهولك اهو الله يحفظكم ريال كنت تلاقي وياه في وين في في عيد الجلوس العيد الوطني شو يسمونه؟ في 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 بطبي؟ هي عيد الوطني العماني عيد الوطني العماني واليوم الله يحفظكم واليوم الله يحفظكم شرفنا عندنا هني يسلم علينا ويبون يطعمون من اللوز مال سعود بن فاضل برحمه الشامسي هذا سعود بن فاضل سوى لنا مشاكل هو يا لوزه هاي مشكلة حين وكل حد بويه يبى من هاللوز قلنا لهم إن شاء الله عاد الحين تلا حد يدور تلايا شيء قرطاسة وحدة وحين سارت جد بويه هالرجال الحين اللي هو روحه بيخبركم عن اسمه إنزين يا مرحبا أبو محمد الله يرحبك على فضلك نورت الحين العرب يبون يعرفون أنت منو ايه معتصم المدفع هذا ابوي معتصم المدفع من اصدقائنا القدامى او يعتبر من المحاربين القدامى الجدد ولا انا غلطان؟ هي ليش؟ لانك ما شاء الله بعدك ما زلت كيف حالك؟ فانا برقم واحد اهم شيء الصحه الحمد لله الصحه وعدم المحاتاه الحين طال عمرك اول شيء انت جايين نقاهه ولا جايين؟ نحن جايين نقاهه نقاهه جايبنا هذا اللي عنده هذا ما شاء الله هذا هذا ناشط اعلامي يا غير متكلم ما شاء الله بس هي نعم ها صلاح اليوم
البارحة رقد عن الريوق هي. واليوم ما رقد تم مواصل لين الصبح أسبي يصير يتريق في اللونش اللي فوق عندهم. باكر بنوديكم حديقة التماسيح. ها شو صلاح يصير عند التماسيح؟ وين؟ صلاح تماسيح هو ما يبي يصير ما تبي تماسيح؟ انزين مقلة تماسيح مطفي في قاعته ما يب ابوي بنسير صيد سمك. ايوه احسن. شو تسوي هناك انت؟ شو تسوي؟ بس كلام. تكلمت مع منو؟ يو نو هيم؟ ماي اوكي هي سيد بوت هون فور هيم ان هيز روم ووتر. اعطيته بخشيش؟ ايوه اعطيته. لا الحين يوم بترجع ما شيء الحين اعطها بلاش هو يا يلا صلاح ما تسوي صلاح كوب كوب كاب ساكم منور يا اورانج انت منور يا عم ايه ده جوندا مش عارف انا ما يسمونه عبد بحري 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 سماوي خلاص ايه ده ديكور بدي كير بدي كير بدي كير يلا 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 وين صرت وين صرت تعال 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 وين صرت دواء ما بيخلص كوفي لازم كل يوم ما دواء كلت كم كلت سح بعد حبيبي حبيبي عرام واحد نحن واحد. اليوم السكر كم؟ اليوم كم السكر؟ واحد. اليوم كم السكر؟ خبري خبري واحد كم السكر اليوم؟ 160 60 زين 160 وايد؟ نحن ما قلنا السكر؟ زيد زيد تعرف وين بتصير تغدى؟ ها؟ تترهدى يا شوفه بتصير تغدى بنسير نتغدى الله يحفظكم في نعم في سيان باراغون سيان باراغون شيء مطعم فيه اعتقد ما سوشي اعتقد ما سوشي طرش لنا العنوان محمد حسين الخوري وطرش لنا الصور والله الاكل بشكل مغري وان شاء الله بيكون غدانا في المطعم هذا يلا تعلم ان شاء الله هاي ظهرتنا نحن الحين ظاهرين معلوم ان الظهر وايد مخره لكن نحن ما مرتبطين لا بسايرين عندنا شغل او مهمه او نحن جايين كمرشدين سياحيين نروي المكان السياحي ولا هالبلادي مستوي من الاف السنين ما بنحن اللي نشرح عنها واللي يبغي اي معلومه عن تايلاند يدخل ابوي في الانترنت وبيعرف كل شيء نحن جايين شو لا لا ما بهذا لا 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 ثاني مطعم ثاني فاللي يبقى معلومة عن أي بلد يدخل الإنترنت فأنا إلا هاي البناية وهذا اليبل وهذا النهر وهذا السهل هاي إن شاء الله حادني ما بيايي أنا أجلس أشرح للعرب عن كل شيء شفته في حياتي يعني اليومية بصوره إنما أسير علي من دار لين ديره أنا أقول لهم مدفوع اللي بذل ما بجلس أحوط على المولات كلها وأصورهن وأصور اللي أصور المطاعم وأصور لي بار وأصور ما أروح ما في عدلين هالكثر مقاقة وبارض ما لي بارض ليه هالكثر أنا أقول بجلس أحوط الدنيا كلها وأصور هالدنيا كلها ما بروح فما شيء كالف ما شيء كالف ولا شيء وازني اني كل شيء بصور الا ما ادري شو الا هذا الصنم ما ادري شو بلا ثقافه عامه ابويا ثقافه عامه موجوده ابويا غيري انا مش مرشد سياحي ولا بدليل سياحي ولا بانسان مؤرخ ولا عندي انا ما في فلذلك ابويا انا انقل اليوم بيومه اكلنا وشربنا سيرتنا وياتنا هذا هو السناب هب السناب اتفلسف على العرب
وهاي البناية هاي جمحة ما تقولون، وهذا البرد بان انه بن خلدون ما شيء كاله. حد من العرب يقول والله يا خالد انت ما صرت تصورنا اماكن سياحية. ايه والله هذا ردي للي يقولون يسألون هالسؤال. انا ما بمرش السياحي ولا لي بارض، انا جاي اتكشى، جاي كشت اخوي ونتمشى نحن انا ومحسن واسد وصلاح، نضحك نسولف نرقد لين نشبع من رقاد، وبنظهر لقطنا شيء طلق وتمشينا على هوانا مبلا حتى الرومان نظهر يسد جلستنا نحن روحنا فيلم بعد نظهر ندور افلام، ما عندنا شيء قاصر انه بنصير ندوره ولا بندور اناسه، لا فين الدنيا كلها وشبعانين من امور الدنيا كلها، والدنيا كلها بوي موجوده الحين في الانترنت، اي معلومه الواحد يحتاج لها. بالعكس ما تم تاخذ معلومه انت من مكان ما يكون عندك يقين منه ان الشخص هذا كفو وجدير او عنده مصداقيه انه ينعتني على الشيء الصح. ما تروم اللي يظهرون في التواصل الاجتماعي الاف مؤلفه، حد يصيب الهدف وحد ما يصيبه وحد مهرته، فقط التقليد، فقط التقليد. يشوف الدكتور هذا شو سوى ويسوي كوبي بيس وينقل من الدكتور، يشوف المهندس هذا شو سوى وينقل كوبي بيس شو سوى المهندس، وحاط عمر ابو العريف وهو ما عنده من العرف ما تطير به الذبابه على جناحه، وحاط عمره في بندليج ماله لا اولي غير ماله ثاني. صح الكلام صلاح؟ بس انت هلا تشوفون الحين ابتديت ارمس انا وياكم لين مساعه، هذا كله سنترال وور، هذا اللي عدال فندقنا، هذا فندق الانتر شوفوه هذا مره ملاس جنة بين هذا وهذا ممر شارع، وهذا ابوي المعبر هلا تشوفونه كل سنه نحن. انا ليش امشي يعيبه صلاح البقعه هذه؟ لان الممشى نظيف وسيده، وصلاح من النوع اللي يترنح ويتروع من الارض اللي غير مستويه، فلذلك انا ما يب صلاح في اماكن فيها مطبات وفيها يبال وفيها قرقره وحصى، لان هو يتراوى لان الحصى اللي تحت ريوله يتخلخل او شراتر اللي حصاه فوق وحصاه تحت، ويتراوى لان بي شيء مرتفع وشيء واطي فيتكود ويطيح. هذا طالت عماركم سيان باراغون اللي البارح نحن كنا الاسكريم فيه، وهاي محطة سيان اللي تشوفون ما تلقى الطار، هذا المدخل مالها، هذا المدخل ونحن جايين منها، وهذا طالت عماركم جسم معلق ما ادري كم كيلو بكم كيلو، يربط بين الفنادق والمولات على مد النظر ويخطفك وانت ساير وانت ساير وانت ساير على المولات كلهن، لين سيام سنتر سيام باراغون سيام ما ادري منو امبيكي وانت ساير الدنيا والدين. فلذلك تلقط في تايلند الشيخ والعشيري والحاكم والعادي والدبلوماسي من حتى عيال حكام موجودين، عيال حكام موجودين في وين ما تصير تلقط الشيخ والعشيري موجودين في هالبلاد، خليط من كل الفئات، ما بتقول يعني أماكن هاي بس اللي تلقون ولا الناس اللي عندهم والناس اللي ما عندهم، لا التاجر والفقير واللي عنده واللي ما عنده كل نبوي موجود كلهم موجودين. فلا دوريه حدونه فاتحين في كل دور لهم فرع، في كل دور شيء لدوريه، في كل دور في كل دور. ونحن الله يحفظكم الحين بنصير ندور المطعم ليايين على اللي نعتلنا إياه محمد حسين الخوري أبو خالد. أبو خالد يعرف ذوقي، يعرف أني أنا ما تصلح لي الصوالح، يعرف أني ما يوزلي إلا الزين اللي رقم واحد، فلذلك راح شو بلاك يوعان أنت بس يوعان نحن ما بيواعة الله نحن كنا يواعة الله الله يعني ما سيل تمشى قبل الله الله ولا أول إن شاء الله حاضري أبوي كانوا برا قالوا نحن أبوي ما نسأل عنك نحن ندور صلاح هذا واحد وهذا واحد جاي يعني خصوصي أسبك عشانك جايين عشانك يا سيدي دوروا لك صلاح هاي أول اثنين الشباب يسألون عنك ولا اللي يسألون عنك كلهن بنيات وكل وحدة أحلى عن الثانية صلاح
شو رايك؟ منو يتكلم اكثر انا ولا محسن؟ انت اكيد طبعا انا بكلم خالص. والله توني سمعت يقول حق الشباب انك انت وايد عنك انت وحنجله بالمواجهه. انا بكلمه وانا بقول له ده خالد بيتكلم في التليفون. انا بكلم خالد في التليفون بيقول جاي. قال لي كداب. بقول له ليه؟ قال لي التليفونات هنا. قلت له يا ابن اللذين يلا على صلاح المنسيره. اوكي خلاص احنا منسيره. يلا قول مع السلامه. لا يقول لكم انتم بالشارجه. الشارجه ها متي الشارجه يانا بعيد. هنا مطعم فوجي هذا في الارض وهذا هو شكل مطعم بلاد من كبره مطعم. هذا هو مدح عادل محمد حسين الخوري وما تحنه هو اللي يطري. هذا أنا ما تشديته هالمطعم. كله سوشي. أغلبية سوشي ونودلز. يعني. وسمكان. المهم هو اللي عيبني يعني. أنت بقى صار شو تريد غدا أنت؟ حمام. حمام؟ أيوة ترى الحمام عند صلاح ترى دياي. لا لا شوف. تفرج. خلي تنقع على هواء. ما بنصور في كاميرا فيديو ها. أول باي شو اسمك عادل؟ شهد. منو؟ شهد. زين وانتي؟ آمنة والنعم؟ آمنة يلا والنعم. جمع هالراس الخيمة؟ والنعم فيكم والنعم. وهالي قدامنا منو هالكثر؟ هالأوادم؟ ها ها هاي منو هاي؟ قوم أمكم ما أدري منو ما أدري منو ما أدري تعرف؟ يقول لك اللي تعرفه بعيد أخير عن اللي ما تعرفه. هذا مطعمنا وياييين هالعام ويايزلنا ويايزله ويايزيلهم. المطعم اللي نعته محمد حسين خوري ما يعرفون ولا حرف انجليزي فتوهقنا لا انهم فاهمين لا نحن شو نبى ولا هم فاهمين ولا نحن فاهمين هم شو. ها صلاح تعرفه؟ ها تعرفه هذا؟ الحمد لله. ها يلا يلا صلاح يلا يلا صلاح. شكرا كلمنا ابوي محمد حسين قال ما تحتركون من هالمطعم لازم تجربون وحاولوا وياهم تتفاهمون بأي طريقة. والله جينا وطلبنا الصور. ها يب الصور هذا يب. قال اطلبوا الصور اللي طرشت لكم إياهن وطلبوا من الصور اللي تشوفونهم ما في شيء صعب يعني ها كل شيء يبوي عندهم. قال لي إما عيبك هذا رهن بيني وبينك. وطلبنا شو نسوي شو نسوي ولا يزعل بخالي. طلبنا عادة أكثر شيء من هذا ها النغر هذا هالنمون كبار هذا على طول شف يعني أشياء كصور وايد زين والموقع زين يسدنا في سيان برقو سيان برقو. مستحيل مطعمنا هذا اللي سرت قبل شوية كنا بنيس فيه مرة ثانية تونا بنطلب ولا لما اتصل محمد حسين قال أبوي ضروري إنك ترد المطعم اللي قلت لك عنه وعزر علي ويجيك مرة قلب طول. ابو خالد نحن ابوي ما نقول له لا صديق ودوما ينعتنا على الشيء الطيب لكن المره هذه مشكله المطعم ما يعرفون لا عربي ولا انجليزي. عزمنا له بالصور بس ردينا المطعم الحين حطونا ابوي والعيال الصحينات هاي الخلايا. شكرا صلاح ابوي مشكله اليوع عليه في الدنيا كله فيه. ابوي النغر المشواي وهذا ابوي ربيان من غير وهذا ميسو سوب. هذا أول بادي شوربة صح. هذا أبوي هذا أول طلب. هذا ها. صبر صبر عادة بعطيك هذا ها. ها رقم واحد ما تشذبك ما هو حارك تطعمه. أما هذه الله يحفظكم فهي عبارة عن سلمون سلط سبايسي سلمون سلط لذيذ. واللي ما عيب الفلفل عاد لا يطلبها لأنها ما طيب إلا بالفلفل ما طيب إلا بالفلفل. الله يحفظكم يسمونها سيويت سلط سيويت سلط. أول ما أكلت منها في أمريكا في هيوستن. لا والله استغفر الله في بوسطن في بوسطن
قبل أظن 13 سنة. هاي سويد سلطة. وهذا بعد سويد بعد منقير. هاي بعد سلطة منقير. يعني كل شيء يابا كل شوي يجون بيجيبون شيء. كل من يابا شيء يا زينب بصوركم إياه. سويد سلطة هذا ينزرع في اليابان. أكثر شيء في اليابان وفي جزيرة نسيت اللي صورت لكم هاك اليوم أنا. راويناكم وين مزارع السيويد هذا بعد ما أدري شو كاليفورنيا سيس كاليفورنيا هاي كاليفورنيا هاي سلطة نغارة بعد من غير ها صلاح رقم واحد هما في الوضع هما في الموضوع إن السلطة أكلهم كله very healthy صحي ورقم واحد صلاح هذا رقم واحد ها هم قلع هذا كل شغلهم وايد صراحة ما في حق كامل حبيبي هاي يحطون بالنصيفة ويا كل واحد شيرينج هذا هاي وايد روعة مال مروس بنغالة بنغالة بنغارة وايد فنان خرفش بشر وهذا بارك الله فيك يسمونه سبايسي سلمون هذا سبايسي سلمون اللي حيد عمره ما يحب الأكل الآسيوي مثل السوشي والأكل التايلندي تاي فود والأكل الياباني والصيني لي لأن هذا مثلا كل ما بتلقط عندهم إلا هالنوعية هالأنواع انا لاني انا احبه عارفك صلاح شو تقول شو انت تقول انت ابيض ايس كريم تبى نوعين واحد احمر واحد ابيض ابيض واللي اليوم عنده 170 السكر شو متفقين اليوم السكر كم نزيه تبغي ايس كريم انا ما قلت لا تقول لي شيء ما قلته يعني تبغي ايس كريم ولا لا يعني السكر تبى يزيد فوق يطير لا ها تبى ينزل تحت لا تاكل ايس كريم نحن بناكل وانت لا تاكل شوف بنطلب ثلاثه انا ومحسن واسد وانت بس تنطالعنا شو رايك شو رايك شو يعني ما بسامه ما تسمعني ما يازت لها الرمسة الحين عاد طلبنا الله يحفظكم جرين تي بارد واحد وحار واحد ما لي انا دله كم اكبرها دله الله يحفظك بتسدني بتسد محسن وهذا بين محسن بين صلاح وبين شو اسمه وبين اسد زين وتبع ايه رايك حلو انا لسه اشوف حاجه يجنن ايه ده عصير حلو والنادي يا دكتور منعني منه شوف اربابنا لراه ايش يا دكتور حق البيلان عاد ما حبيت شو قلبك الحمام يلا شو هذا صلاح شير شير شيرز وين شايف شيرز انت منو شايف يسوي هالنمونه هذا مين كوفي شوب ابو دبي دبي يسوون هالنمونة؟ نعم شو الغداء اليوم عجبك؟ ليش بحسب؟ الناس تتمنى السوشي هذا؟ أنا ضيع مش عايز أنا عندي حساسية فقال لي إيه وقت السوشي؟ يعني لازم ولا جرين تي ليش؟ لا 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 جرين تي لا لا والسوشي لا ليه مو هو بتقول ما يعني ايوه على السوشي ايوه على السوشي جالك حساسيه في الجلد الحساسيه زي اللي في وشك اه باكله من السوشي قلت له اه باكل السوشي الله انها مشكله يقولوا لي بلاك ابو محمد فلان يرمس عنك وعلان يرمس عنك ويعلقون عليه بلاك ما تقول شيء هل اني انا كل كلب ينبح
او كل من نبح بعقلي هم حصاه وما روم انا ما وبل بالاخص لجاب الطاله. انا ارد على ولد العرب ولد القبائل اللي يرمس رمسه ريايل فيها خير. الانسان اللي تعرف ان ابوه فلان وامه فلانه من الاصل الفلاني لكن اللي روحه ما يعرف هو ولد منو ارد عليه. اللي ما يعرف من وين جاي وين متنتي من وين هاضل ما ي... بعد اللي ما يعرف ابوه ونسبه وعلمه خبره هذا حد يرد عليه في الدنيا العود سواء حرمه ولا رجال. اللي ما يعرف وين الله جاي بنا ما برد ابوي على انا الكلاب اللي ما بلاقطه مكان وين تاويها ولا بلاقط ولا بلاقط ما عندي مونة هنا ان شاء الله حاقدني. انا يا ابوي انبسط وطول حياتي منبسط والله يا ابوك ولا على الكلاب ما على السحاب من بيع الكلاب السحاب هوك هوك بجبد السمع قال لكم انا ما بر ولا بر. هاي كلهم اللي يسوون هالقرقعه شو يبون؟ يبون اني انا اقول فلان وعلان والحساب لفلاني وفلانه سوت شي وعلانه سوت شي شو لاجله؟ لاجل انه يظهرون والناس تعرفهم منو بيعرفكم؟ بس سمون ابوي بكيكم شرات قرحه ايوب ركازم في جبودكم دبت الحياه هو هو نبيح صبح ومساء غير ما حب يرد عليكم. انا متعوب ارد على العشره ما ينزلون محاره ما في كبراي يقولون اللي يقولون بيرمسون في الليل وفي النهار وفي الليل بيسكتون يرمسون في النهار وفي الليل بيسكتون لأني ما عندي رمستن أنا ولا اللي بارض أصلا أسمع فلان قال ولا علان قال وين اللي بارض أبوي الدنيا والعمر قصير أنا ما في أبوي اللي سلع على السبلان كلها لا 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 اللي بيرمس يرمس في الليل مباشر كثر ما رمسوا السبلان ورديت عليهم ما برد لأنهم المستفيدين ترتفع أسهمهم وتيهم متابعات ويظهر لهم صيت وسمعوه وشان الأول ما حد رافهم إلا كان أربعة لو خمس تنفار مربعتهم وحين يوم تميت أثاريبهم أنا في الميالس تراتبهم من رب العرب ما يتبعونهم وحتى لو يتمون يتبعونهم يوم يومين ثلاثة بيودرونهم لأن ما لا يصح إلا الصحيح. يلا واحد يعلش لسان وراقد منو هالي يعلش لسان وراقد منو هذا اخ عليك صلاح اخ عليك ما بخلي خلي شيطان ادري بانه شيطان انا مبوني ما اتنقاه من اقوى انا هاي شو يسوي صلاح بعد صلاح شايف بيبص على مخنوقي بعد كده هذا عين الماء مال السكر ايس هذا عاد يخدمون لك السكرايس الحين قدام عينك ها هذا ابويه امه وهذا ابوه السكرايس يخدمون قدام عينك ها شوفي يا عين شوفي ها هاي الساعة يا سلام سلم يا سلام سلم عالم كلها يا سبوي تتريز سيدهم زامهم يعني مال السكرايس كل هالعالم انتباهنا هذا ها نحن نمشي اي ابني هذا اخذنا قطعة منه وده نين فرد اسمه مين كيك من انسلا how many please open it please open وايد لذيذ هل اني عيش ما عيش وين درابك لقيت سألنا صلاح تبقى قال لي
ها صلاح شو رايك؟ زين دي حق الفندق ان شاء الله. For how long could stay? 10 days. Expiry date is 18 August. Okay. 8 الحبات 800 is it? Pardon? This one how much? 980 baht. يعني 1000 baht. 1000 baht 8 حبات منهم هذه. Okay. وايد لذيذ ويستاهل من ياخذه. ما ابغى ميضة يعني فيه البيزات يعني تنسي ما يقارب 100 درهم. يعني الحبة تطلع تقريبا ب 12 درهم. تبغى؟ اقولهم اعطونك تيست. ها يلا. هذا تيستر. يلا. Thank you. What is the reason why is expensive? Why? The hand car. Uh-huh. Every hotel and hotel is from Hong Kong. Ah, yeah. This is from Hong Kong, yeah. Not from. Thailand made it, but it's from Hong Kong. Aiyah. Signature. Signature from Hong Kong. Aiyah. Map from Hong Kong. وشيء يعني وايد في طعمته هنا شيء وايد لذيذ. اللي بي هذا مكانها. الدال. الدال ها وين يبيعون الخضرة والفواكه البحر وين صورنا. عند الباب شيء لذيذ وفنان هذا. واللي بياخذ ما بيندم. اللي بياخذ ما بيندم وايد زين. ما ابغى ميضه يعني. هذا اسمه حلو شيء وايد وايد زين يعني مش زين عادي. 55 يوم بيتموا موجودين. another 55 days. no, another 47 days. 47 يوم باقي لهم في هالموقع. هذا الشيء من هونغ كونغ. من هونغ كونغ. How old is it in Hong Kong? How many years? Actually, he start around 80 years there. أكثر yeah. عن 80 سنة. Yeah. 80 years. Yeah, 80. Do, but our little bit by the chef, if the master ambassador chef, really? Yeah. This one, probably about 60 years. اللي عنده حد أبوي غالي ويسوى عين ومعينه لا يوصيب ويا اللي يجيب لي هذا. اللي عنده حد يحبه يقول لي يجيب لي من هذا وهو موجود في تايلاند. شيء فوق عن الزين. نوع من انواع الكيك او البسكوت لكن لذيذ قمه في الروعه طعمه. ان شاء الله وانا ساير باخذ حق الاهل. يعيش 15 يوم 15 التصنيع 15 يوم يعيش. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو. ثانك يو. قالوا لي شيء نفس هالحجم لا دوري في اي دوله في الدنيا العوده. مكبرة بلاد مكبرة بلاد حجم طول بعرض شيء في متحد روعة لدوريه اللي عندهم شيء مكان خاري يلسو شيء داخل. يا ربي صلاح يتكلم عط خوي خلف ما اتصل وحين ياسي خرف تعرف بعد تريد شو تبغي. لا لا أول شو تريد من هذا. ها وكابتشينو فور مستر صلاح زين محسن. ايه اخويا ايه الله يرحم الله يرحم الله يرحم الكشري. الله يضحك حتى صلاح مستعيد من يلا يلا انت نفس اربع مرات. اوكي 3 كابتشينو and one for me, one double espresso, please. Thank you. شو صلاح شو؟ أهلي. منو؟ هاي؟ لا. هاي الحبيبي من الشارجة. من الشارجة من الشارجة. شارجة. إيه. قالين أبوي. لا صلاح. ويقولون لا حد يصورنا. قلنا لهم ليش؟ قالوا الشغل نحن ظاهر شاردين من الشغل حسيت ما نبي حد يصورنا. واحد منهم قال ابوي انا ما خبرت حربه الحرمه اني انا مسافر. قال لها قال انا في الدوام حسبت ابوي ما طاعوا يصورون. شو بنسوي؟ ما باليد حيله. تحيه. هذول الدوري مالهم جلسه خارجيه زين. هذا الدوري ومن هناك الطرف الاخر. هذا اللي عندهم
تقول لي شيء في لندن ولا في الإمارات ولا في دبي ولا الشرق ولا غرب من غير بعد بعد يل سبعة من داخل كم وحدة بوحدة وكلهن أبوي تبع لدوريه وخاري بعد شيء بعد مكان من غير نسيت شو يسمونه إيه هكذا كيكين بعد من غيرها بعد تبعهم في كل دور في كنت يا سيام يوجد المبنى هذا ما لدوريه في كل دور منهم يعني يأتيني رسالة تقول لي ليش كاتب قباس شيخ محمد بن فطي أبو سيف شيخ القبيسات كلن يعرف هالمقولة إن الشيخ محمد بن فطي شيخ القبيسات الله يحفظه ويطول بعمره يقير كلمة قباس المصطلح مصغر لكلمة قبيسات أو قبيسي قباس قباس مصطلح قديم 90% من البشر نسوا كلمة قباس فقابضين قبيسات كلمة قباس هي الأصل الأولية المتعارف عليها عند العرب عند عرب الأول وايد ضرب الضرب وايد اتكلم انا كلمت اتكلم على حاجه وايد اتكلم وايد صلاح هذا تعرف ايش اسمه؟ منو هذا؟ واحد شخص دخس منصور منصور حبيبي لا هاي ابوي ما يبون يظهرون في الصور هاي ابوي متربعين من حريمهم هذا حريم متربعين من حريم هاي واحد 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 فضحت مشياك الحين؟ لا خبر. شو يقول؟ دخلنا الصفحة أقنا باللي نعمله. هاي حياة أبوي الباكو. من تدخل مول أبوي الظهر ما تظهر عن من إلا في الليل. بس خطة في اليوم. لكم المول البارح اللي جيناه اللي حب المول السوق اسمه باتونام نايت ماركت. أو سوق في الليل هو يبتدي من الساعة 8 اللي خطفنا عن البحر ونحب الدراجة عيبني ترى أحد هذا المتابعين قال اسمه باتونام وعدال شو المول؟ بلاتينيوم عدال بلاتينيوم مول بلاتينيوم مول هذا عبارة عن 3 أبراج وفي نصهم كله مولات فالباتونام هذا عدالة شبرة شي ليلية تفتح من بعد الساعة 8 عيبني شكلها البارح يوم طرحت السؤال وايدين ردوا علي قالوا اسمه باتونام ان شاء الله اليوم بنسيل الحين بنتمشى بنطالع شو فيه شو ما فيه انا ما اعرف وايدين طلعوا يعرفون انا ما اعرف مش غلط اني اسير اطالع ماشي ما في موبايل لا ما هو ما اخذ موبايلك وما يخصه ليه طار 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 هلو شوف صح وين بتعلم هالحركات انت؟ بتعلمها مني طبعا الله يحفظهم على ايران العدالة جابوا لنا هذا قالوا ان هذا شيء مميز وان ما طعمتوا ما كانكم جيتوا تايلند عباره عن ما ادري شو هذا هقر طاسته يفتحني عندهم ساروا اشتلوا من الطاوله العدالة وقالوا دقيقه بني خلوا ربعهم هاي 4 و2 ساروا جابوا لنا هذا ها ويابوا وياهن هالخواشي وقالوا ابوي هذا يملك الحار هاي الساعه عباره عن تشيز كيك وما ادري شو داخله ما ادري شو داخله بنطعم ما برد عليكم الاخبار هذا هو خبركم أظني الأغنية حبيبي روحه شكل لا له شبيه ولا مثل ريم تربى في غتل من نظرته ما نسيت ولا عشي عادل نسيته ولا مرة مخورة المراد هرم بوي أظني القصيدة معدودة فيها الكيك اللي ميابين لنا الشباب توم أعتقد هذا اللي لا له شبيه ولا مثل هذا هو بوي أطرونه
هذا عاد منه تظهر جدا سيام سنتر. هذا حين سيام باراغون وهذا الممر يضحك على سيام سنتر. ناخ وين يخدم الأظافر إن شاء الله نلقط موعد يعني. لقطنا مكان زين على زين. أما لقطنا لا حنا قوة. تعال يا صلاح. بلاد عليها رضوان من الله. العادي اللي عنده اللي ما عنده الإنسان اللي على قد حاله الملياردير التاجر رجل الأعمال اللي كل إنسان يروب يتكيف مع هالبلد. بلاد فنان والله. يعني أعرف ناس يجون 3000 درهم يجلسون 10 أيام ويردون يأكلون يشربون يعيشون ويسكنون ينبسطون بطريقة ما تخيلونها وب3000 درهم. البلاد فنانة تقدر تي وتصرف 3 مليار في هال10 أيام. بعد تروم تصرف 3 مليار وتروم تصرف 3000 درهم. شرات دبي. دبي تروم تصرف 3 مليار في 3 أيام 10 أيام تروم. وتروم تصرف 3000 درهم و300 درهم. كل إنسان على حسب طبيعته هو شو ضرع عليه. الحين هاد صورتو يا تعرف منو؟ سألت منو؟ قول لي اسمك. عبد الله النعيمي. تعرفه؟ تعرفه لو لا؟ بعد تكذب؟ ما كذبك. يلا وين ما والله اعرف كذوب. عرفني كله عارفه الدين. بارك الله فيكم. الحين سيام باراغون ودرناه ورانا وسيد سيام سنتر مرة بينك وبينها. هذا حين سيام سنتر وهذا مسرح ما بينهم وهذا سيام باراغون. والله يا ابوكم لو بتجلس 20 ساعة 20 ساعة تتمشى ما بتروم ما يعني ما بتضيج ولا بتتملل ولا بتلقط حد مثل الدول الأوروبية يطالعونك بطرف عين ولا يطالعونك بشمئزاز. والله يا ابوك لو تمشي مفسخ ما حد نقد عليك ما حد قال لك وين ساير ولا وين جاي. حافظ عليهم من الشعب. الاسيويين ناس طيبين بالاخص تايلاند. بالاخص تايلاند مدامك محترم الناس كلها بتحترمك اكيد في الدنيا كلها. لكن في اليابان مثلا وتايلاند يعني من البلدان اللي ما تصورون لأي درجة. البلد مريح 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 في كل شيء. مريح في كل شيء بالأخص تعامل أهل البلاد هذه. أهلها وايد ناس طيبين. أبدأ ها ما يباله تعب. أظهر من هاللنقة وخلف هاللنقة ها هذا بينهم وهي محطة القطار. شيء جميل جميل. نريد أسأل صلاح هل هو بيرون يتذكر المكان مال الظهور اللي هني لولا صلاح. صلاح وخيبة تنعر. صلاح وين سايرين الحين؟ نحن اسكريم. ها اسكريم توك صار اسكريم هني ما تحيد يوم من العام. شو شو باص. اي باص صلاح ها لا 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 ما بلباس مال الظفور. ايه هذا ايه هذا ازيد ها يشهد تتذكر له لا ايه ايه والله لا اتذكر ولا شيء. هذا دوني ها دوني توني صح عرفت حلي لك يا توني توني يا توني توني يا توني توني يا توني. في تايلاند دي سيام سنتر يعني المكان هذا حق نسوي فورنا مال بديكير. ان شاء الله يكون نلقط مكان يعني كل سنه فيه. ودي ودي تينني صح عرفته عرفته هاي شوف لونج تايم شي didn't see you. شوف بتصبغ راسك؟
منو بتصبغ راس محسن؟ لا 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 علي اول علي ايه انا صبغنا راس علي لا 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 هذا ابوي ما فينا ما بنصبغ راسه شعلت بكره one year يس صراحة تقول لك من سنة انت ما جيت يلا قولها شو تريد سير عندها سلام مانيكير ام بديكير فور مستر صلاح مي تو وي ار فور وي كان ذير از بليس فور فور اصبر 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 وين ساير ابدا ذير از بليس فور فور بس الحين نحن ثلاث كراسي عندهم هني وهذا عاد المكان هذا اللي نحن فيه من اخير الاماكن وأرقاها وأنظفها وأخيرها في سيام سنتر موجود سيام سنتر وآخر محل هني منه وانت ظاهر بعد يظهرك على طرف هذا من السناكر من ناف وكان وايد زين وشغلهم في منتهى الروعة شوية غالي لكم وايد زين المكان الصح للشغل الصح منور يا حق محسن شو صلاح مبسوط مبسوط ها بتصبغ شعرك ما في شعر حبيبي كله أسود راس ما شيء أبيض حبيبي تبي تصبغ راسك أبيض تبغي ساحر أنا ساحر شكرا يا ربي العالم مليون اتصال يعني مليون مسج يقولوا لي ابو محمد المطعم هب المطعم الفندق اللي كنتوا فيه البارحي اللي فيه ابو محمد الحاي وين عزمكم على الغداء شيء عندهم في الدور الخامس مطعم هندي يقولوا لي ان اسطوري لا صار شراته في الدنيا العود بكبرها فبيوزلك لان هالمطعم ما يجوز الا للعرب اللي تعرف للعيشة الزينة طيبة معلوم ان الناس كلها خير وبركه يا غير احس انه بيوالمني ما ادري كيف والمسني الرمس اللي يثري وايدين طروه عشرات المسجات فان شاء الله اني باكر بسير بتغدى عندهم ان شاء الله مركز ارفان مين انت من الناس اللي ارفان عرفني شكلك بيقول ارفان مبسوط مستانس الناس يقولون ليش انت كل على طول بتزعق على محسن انت بتزعق من كلامي يا محسن اكيد لا بس ابقى تعبت عندي دم بجد عندك دم ايوه قبل 2 كيلو بنعذر يعني مش انت طريقتك كده نعمل لك ايه ربنا بقى يعني ودي طريقتي من كم سنة معك؟ من 60 سنة من وقت ما عرفتك؟ من وقت ما عرفتك قبل السناب يعني مش وقت السناب لا قبل السناب كنت ربنا كده هديك ها؟ ربنا هديك كده عشان السناب العوق ضارب لنا في الاسبوع اسد اسد ليش يخلي ايدك النمونه محناي انت يا ربي يا اسد شو خربان نصيب مبزين ما باليد حيله ليش اول قلت ما اعترف يا مجرد هي والله هي والله وايد متكلف عاد مره بالغ حينه مره ايه بعد لي دين انا ابو هالنمونه ايه لا حول لا قوه اليد غير نشب غادي حينه ما باليد حيله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على فكره انا هاي هي ماله العام نفسها هي نفس العاميه اللي سوت لي الويلات هي نفسها هاي ما بصراحة مالت اللي العام سوت له ريولة ما حد قال مداومة من الصبح لين العصر
خلصت الدوام. الحين هاي الريول يقنطونها قرطاس نايلون وخلافي يكرونهم كر البلاء. ايه الامر ده؟ ها اسد نمبر 1 ايوه ها ايه ان شاء الله حبيبي. احنا نرد ابو ظبي في مستشفى بارجي شيء قسم خاص مال المفاصل الركاب والعظام اي في شارع الدفاع وين معسكر النهيان. سألتهم قالوا أي وقت يجي صلاح ما يحتاج لا فتح ملف ولا غير ملف، بالذات صلاح من يجينا كل شيء بنسوي له. سمعوا يوم مستشفى بارجي صلاح سكت لا قال ما يبغي ولا قال يبغي. تبغي ولا ما تبغي؟ من نوصل إن شاء الله. كم دروسك صلاح؟ صلاح قول جزاك الله خير يا دكتور حسان. إيه والله نعم إني جزاه الله خير دكتور حسان جراح فك وحنج وفك وضروس يعني ولثة من أكبر الجراحين عنده في مستشفى بارجي المستشار. ما خلينا لضروس صلاح مكان في الدنيا العودة، ما وديناه. كل حد قاله وابوي قالنا ما يستوي حق صلاح زراعة أسنان لأنه ما شيء لثة، قالوا ما شيء حنوش ما أدري شو قالوا. ومن كم من سنة ويوم ودينا الدكتور حسان في مستشفى بارجي جزاه الله خير الله يرحم والديه ما قصر. سوى الزراعة والحمد لله نجحت، ونحن من كم من سنة ونحن ندور ونترشى الدخاتر كلهم قالوا ما يستوي في كل البلاد إلا دكتور حسان جزاه الله خير. من سواهن الحمد لله الأول من يعطس عفنا روحن أنا الشورى تبوه مرة ثانية، وحين فقير يروم يعطس على راحته ويأكل على هواه. لك الجنة يا دكتور حسان مشكور مشكور مشكور. هاي الحبة الله يحفظكم حين هاي ما بحبة، هذا الله يحفظ كم من يوم يوم حط عليها الدواء كانت حبة، حين هذه مش حبة. هذه بارك الله فيكم الله عزمك والسامعين يوم تنخي عصر خشمي بالقوتي لا إراديا فتظهر لي دوم هاي العلامة، هاي العلامة دوم تظهر لي. وساعة تغدي مليلة، يوم تغدي مليلة حطيت لها الدواء هذاك مال خالدي البرتقالي مال خالدي أولنا وتخوز. صلاح تعرف هالرجال منو؟ صلاح يقول لك هو من الإمارات. صلاح يعرفك حبيبي، يعرفك الرجال. خير الله يسلم كيف الله يحفظك. عرفتوا ان انتم من خاري شفتوني انا ولا شفتوا صلاح؟ كنا نتجول ونحيينا قلنا اقول بسوي غوري عندي هي ولا اني طول لي عمرك وهي تطالع هي هي ترى هي تأذي ما شاء الله عليها. الله يحفظك يا ابو محمد. الله يحفظكم ان شاء الله ولا يفرج ما بينكم. الله يطول بعمركم. مشكورين مشكور امين ويحفظك ويبارك ان شاء الله في صلاح. انت بخير الله يطول بعمرك ويسر وعمرك وعمرك. شكرا مشكور مشكور يا على الله يطرح فيك البركه. مشكور غناتي مشكور شكرا. اسد بعد مشهور كل حد يعرفه. شكرا شكرا شكرا. خلصت اسد؟ شو يقول الحين صلاح شو يريد؟ من اول يا محسن ها مبسوط؟ دي رجل مين؟ تغيرت ريله طبعا يعني في ايه مالك تنزل كده جديد بقى. ها صلاح
خيخ انت خيخ خيخ مهراج انت انت مسكين الله اكبر يا انت لو يا 16 انا بسوي اليور ها شو اخبار يولك الله رقم واحد قلت لك شكرا فنش يلا 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 ها شوي 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 يلا عادي يا الشيب عور ترى بنسير بوي ان شاء الله هي بنسير حبيبي هناك من نوصل ابو ظبي بنسوي لك موعد وياهم بنخبر اللورد صلاح بنخبر اللورد يخلص لك الموضوع قول لي يا صلاح صلاح قول لي يا اللورد خلص موضوعي سوي لي موعد مع دكتور العظام ضروس خلصتوني شو اشوف ضروسك قول له ضروس قول لي عمران قول لي عمران عمران الخوري الله الله فيه سوي لي موعد مع الدكتور مال الريول ان شاء الله اي قول الحين برد ان شاء الله بسرعه سوي لي موعد مع الريول كبي عورني زين ثانك يو ايفريبادي ثانك يو ثانك يو باي 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 هنا بس عليك من الرغدة بسير الفندق صح؟ ما بتنا شو تبه؟ مساج؟ يجيب لي حد سير يبوي لي حد يسوي المساج زين؟ زين صلاح؟ يلس معالي روسهم لين يخلصون للمساج وخلي يظهرون عنه يلا يوز هذا عاد ها صلاح حطوا الثلاجة هذا زين؟ عطي ياكل حبة واحدة منه تبون عشاء خلاف ولا؟ بينتب عاد بينتب عطيه 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 ها شو هذا سندويتش همبرجر شاورما يلا اوكي يلا بني من الهمبرجر يلا باي باي صلاح باي بيصيرون حين طروب واحدين اخر الدنيا منا سيد يظهرهم ويجي لفندقنا نحب نسير ها وين تونا اللي شو اسمه؟ بنسير له؟ بلاتينيوم؟ لا باتونام باتونام باتنام منور 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 التوك توك يا عم ايه رايك بالتوك توك؟ هو هذا غريب علي التوك توك طول عمرك حلو؟ اه حلو يلعب لك هون امس نحن كنا خاطفين في الشارع هذا اسم السوق هذا نيون ماركت نيون ماركت هذا اللي خطفنا عليه نيون ماركت نيون ها تحت ها شو هالبنايات الهنتين مات الجبيب مرة تحت نيون ماركت هذا هو السوق نيون كل شيء فيه سوق شعبي حاله هذا كل الاسواق المعروفه كيف حاله كيف انت انا اول مره يجي السوق هذا علي تايلند اكثر من 20 سنه ما شطحت انا هالسوق دومتون انتو بعد والله انك والله العظيم انه ما يدورك زين شوفوا عاد هالريال ما زين الابتسام وهذا ولد اختك؟ ولدي ولدك هذا؟ بلاك نسر ابتسم ابتسم تشيز بلاش سوري يا مايا ما شاء الله عليك حالك مايا اي صف انتي؟ ما شاء الله حرمه اي حرمه ما شاء الله الله يحفظك الله يطولي بعمرك عمرك ان شاء الله يطولي بعمرك فرحنا والله بشوفكم نحن الاكثر والله جزاكم الله خير هاي الحرمه هاي الحرمه مني هاي اختي العود خميس ما شاء الله خميسه 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 صوت تراني برايلي ما عليك باس ما عليك باس هاي مسمينا خميسه على يدوت مويا العود ما شاء الله اي والله خميسه من هالوين يد امك نحن امي من دبي من برد دبي ايوه
الله ينعم فيك. الله ينعم. نحن من ابو ظبي بارك الله. ابو ظبي ودبي الا واحد. اي والله ولينا الشرف. الله يبارك فيك. شكرا طول العمر. واقول لكم سلامات وايد طيبه. بدر عنك الحركات وخليك مبتسم. يا الله يحفظك. الله يطول عمرك خير الله يسلمك. على السلامه. جيت توسو هذا المقبل؟ لا والله اول مره جيت. والله يا زهلك؟ والله والله من الصراحه ما ليش؟ شو وين ضار يصير انت؟ والله ضار يصير اوروبا قول لي اسبانيا هولندا راس الفرض دينه ما باليد حيل لا حول انا جاي والله اللي عسب امي عسب بالنعلات ايوه ايوه اللي ما ينتهي البلاد هذا لا والله البلاد غاوي وزين انا تعيبني تعيبني بفتره ثانيه اي كل سنه تقريبا لازم ايها مره بشوفك عيبتنا البلاد يا الله يسلمك يا حبيبي سوقهم فنان هذا كل شيء فيه زين ووافد يعني صح. كل زين ها شو الاخبار؟ اخذت ايه محسن؟ ها دول ليك ولا لمين؟ يلا اخذت دول؟ ثلاثة وكي ايه كمان؟ دول كله دول اللي في نفس البيت؟ أم لبيتين مختلفين يعني ما تاخذش كل حاجة لبيت واحد نفس المدير يتخنقوا ما خدتش لأمك ليه؟ أمي تلبس عباية مش تلبس أمي طيران جاي ما حصلنا لدبي أنا سنة أبو ظبي في الاتحاد زين يلا بعد الاتحاد شيء خير عنه؟ إيه بس على طيارتين زين الحمد لله الحمد لله خير لا خليت منك الحمد لله كنا بخير توني فتنت على ولد هذا ولد هذا توني فاتن عليه هي ولدي فتنت عليه قلت له لازم تبتسم ولازم دوم تضحك ما بصور شيء الاتحاد تيجي مسمينه سلطانه اسمه سلطانه؟ على ابويا جزاك الله خير الله يغفر له يا صور كذي ما بضايعه ده ما بصوت خلاص عشان انا بس بقول شفت وقابلت وعيال زين لا خلينا من انا فرحت بشوفك زي هالقريطيسه شو فيها هالقريطيسه يا مختنا حق الخدام كرمك الله فيها مره شو اسمها بشكارك اسمها فتحي تمت داخل من هالوين خدامه من وين واسمها فتحية؟ وين طحتي بها الاسم؟ كانت مشتغلة بالسعودية خليناها عند عيالهم هناك زين زين الله يسر اموركم تحيل ابوي عليك 50,000 غرامة انت تصورني بلاي بلاي شور بلاي شور كله والله نحن بعد ما يبنى اللي يصور لا يصورن كلهن كلهن يصورن هي والله غادي كان معذب الناس فرحان بي فرحانين بشوفك الله ييسر اموركم غناتي الله يحفظكم جريب الله يسلمك الله يحفظكم مشكورين مشكورين ما بيت عيل اللي ما يسوى دوسه جدم ايت ويت ونص عيوني تيت اشري تقولي تليفون يوم بتدري بني في دبي اعطيني خبر وما جيت لك الرمسه انا العرب كلها انتو هلي حد ما يل الليله لا الحمد لله انا اللي منكم وفيكم انا وانا غيري انا اللي شراتكم كم بدنا ولا نفس الشيء الله يطول الله ها شفت هذا ايه ها حتى بغير اسمه من محيس اللي عندي تشوف عندي تشوف وكل ما حت لقطن اي والله طلعت اقول لك لحقتي عليها يميعه يميعه خدمه شيوخ تسوي العصيدة عند الشيوخ الأول عصيدة البوبر هذا ولدها اسمه واحد زعل وفى واد داود أيوة زعل ولدها اللي كان فنان هو الأول صيروني إيه حليلة داود الحين شوي يميعه
يميعة حمدان يسمونها يمعود حمدان. يمعود حمدان جايبه زعل زعل اللي توفى زين. وداود داود بصعيد اللي كان العقيد الله يرحمهم يرحمه. في صورة راويتك اياها بتقولين ما راويت صورة زعل وصورة امهم حاطينها عندهم بالصاله. الله دخيل والدين شفتيهم سلمي عليهم كلهم يا رامنا اقول لكم لاك عني سبحان الله جزاك الله خير. يلا ايه ديتو خلص هي العزيمه هب تقولين ما قلت لك اتريقت قالت اللي بتعزميني ولا خنتي يلا غايته الله يحفظكم علي انا اني بييت البيت كان ضروري تصورين وياي انا ما بس بسعي بس القدم من ابو ظبي لين دبي وانت ما بتصورين لا 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 والله دوم اشوفك لا ما عليه لك لازم بتصورين وياي بنرمس والله انا داقيكم اقول لك صوت والله اقول غير الصف يبي عاد وين طالع اكو طرق والله العظيم حاضرين تراني بعطيها رقمي الحرمه هذه وقالت لي نيتي تبي تصورين وياي بنرمس بنسولف عن الاول عن الخدمه والخبر والعلم ها ولا ما شيء ولا بعطني رقم تليفوني برخنه بلاش انا ما بي من دار لين دير على الخالي ولا ها تسجل رقم ولا عاد رقم ما يجيبوني رمز تغشي 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 بعد توني اطلكم يا اقولكم زعل خليفه زعل خليفه شاب توفى في مكتبه العمر والله قميضه عليه استغفر الله العظيم شاب طيب وراعي كرم وبيت ومرمس يوم الناس ما عندها شيء هو ما شاء الله عليه بيته مرمس وساير وياي ويقدم ويخر يوم الناس توهم برجه هاك سنين في دبي وغادي بيته مرمس وخلق الله ما خلقتي جميع الفنانين يتيامعون كنت ساير ويا ابراهيم جمعه ابراهيم جمعه مودني حق خليفه زعل من سنين ظاهرين من بيت حياه من بيت نسيت والله حرمه نسيت والله شو اسمها فريت المراه كان كنا مسير عليها وسبنا وداني ابراهيم جمعه عند زعل خليفه والله استانست عند رمسنا وسولفنا كانت يس بتوفى الله يغفر له ها خلصت زعل خليفه كان من هواياته يسوي ميك اب للفنانين للمسرحيات وللاقاني وللحفلات للفنانين والفنانات كان يسوي ميك اب اول خبير ميك اب كان من دبي هاي اللي تشوفونه يعني اهل الجنه الله يغفر له ها خلاص محسن دفوش يلا اي فيش اول شيء في المحصلة عندك سلام والله شكر ريج هاي محصلتها وندر بسين فريقور يس جود اي ون جود لو ما بقول ما شربت منه وندر بسين لو سوغ لو بوتو مرعى ابوكم بودي بيب صلاح يعني اتصال ابو ظبي قال ابو لا تودي صلاح الارض هناك غير مستويه وخناخيش مضيجه ندمت اني ما جبته والله المكان وايد زين ما في يعني الارض عدله يعني الصبيها سيد وعدله ما شي شرات الارض قميضه يا ريتني جبته لكن تعبان هو اصلا كان ينود ها اخبار الاصب ايه كذاب جاديه ابوي ضروري ثم ضروري ثم ضروري اللي بي هالبقعه ولا بيشرب من عصير القصب هالي عصونه قدامه هذا تراه عنده قل عرف عنده قل شو قل عرف ضروري لا دمي عسب يكون عنده عرف
استعمل الأشياء الزين الفنان اللي بلاي أصباغ بلاي أشياء ها رقم واحد شكريج والله اللغاوي وزين وفنان هالسوق ما شيء شراته وكل شيء موجود فيه من أكل شرب مكسرات لبس فواكه الغارة مشواية سمك شو بقولكم كل شيء كل شيء مكون شو هذا أبوي اسمه شم المشواية وانت ساير هلو هلو ايوه هذا ابوي كل ابوي فرش وكله طازه ما شيء ابوي سر وتعال هذا هناك في المطاعم اللي عندنا الاربع حبات ب 700 درهم اهلي ابوي كلين تندحك هذا البابايا احسن بابايا سلط واحسن مانجو سلط في القطع عند الباعه هاي المتجولين او الباعه هاي الباعه الصدقيين فكل شيء عندهم طعمه غير ولذيذ ثانك يو اي لا طعمه لذيذ لخدمه شرات خدمه البيوت ما بخدمه يعني خدمه البياعيه لا ها شيء وايد لذيذ وجميل احسن عن ارقى المطاعم تحصل اكلها معي طعم البلد يعني شوف الربيان مره خطر علي يرمس ايوه كله طازه ما شيء يصير وتعال حار بحار حار بحار دق الحديد هو حامي ها عاوز محسن بجد سمك ما اقولكش فيش ما اقولكش لا صد والله اه والله اكل يعني زي سندوتش حاجه صغيره سمكه واحده كده It's 1 kilo. 1 kilo. Yes, and I have 300. This is 1 kilo. Yes, ready to go. Ready to go. Yes. Okay. Okay. Give us 1 kilo. Yes. And from this one. This one. Yes. Okay. One. And. This one. Hey. 1 kilo. Ah, 1 kilo. Uh-huh. And we need big prawn. Big prawn. $1,500. 1 kilo? No, we are two. No, it's two. Two person. Two person, two. For $1,350. This what? One piece, $350? Yes. The big one? Yes. Yes. Okay. Bring two. Two? Two piece? Okay. I think so, 1 kilo. No, sure, Nana. No, no, this one, big one. Yes, yes, two. This one. Uh-huh. This 1 kilo. Uh-huh. This is 1 kilo. Yes. And this is 1 piece. Yes. Yes. هاي الطريقة شوية. يا سلام يا سلام يا سلام. أول يصوي هذا يصوي. Yeah. No, first wash, good, and ايوه ايوه رقم واحد يلا غايته يلا عن اللي يتكلمون يقولوا عن الباعة اللي في نص الاسواق اللي هنمون مثلا او انها لحد ياخذ من عندهم هذا ما عليهم رقابة ما دشوا وهاي ما دشوا هذا اتوقع هاي الرمسة كلها مش عدلة مش صحيحة ابدا هذه أسواق كنت فيها تايلند من عشرات السنين هي والصين ويسمونهم الباع 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 باعة الأسواق اللي في الأكشاك يعني أكلهم هذا أخير أكل وأحسن أكل وألد أكل ما عليكم اللي يقولون هذا شرق وهذا غرب هذا كلهم أبوي ناس يدورون الشهرة يدورون أي موضوع بس بيرمسون فيه بدون أي إدراك أو علم ولا خبر أي إنسان حين يبقى يغدي مشهور يدخل يشوف الناس شو تحب أكثر يجلس يعذرب فيه كان بنادم شير نبات بلاد يعني أمور وايدة آلاف المؤلفة العرب كلها أبوي تاكل من آسيويين وأجانب وناس بشيلهن وعبين من استوت الدنيا يعني كلن أي وياكل
ما في أي ضرر. اللي يقول هذا كله ما عنده يعني أي إحساس أو أي شعور، ما في مخوفة من ربه إنك أنت تظهر رمسه على هاي. كل عوائل هاي أكشاك من ذوي الدخل محدود، فكل إنسان كل عائلة يتجمعون 3-4 بيوت يبيعون يشترون يطبخون من عشرات السنين، وكل يدي قدامك بعد هالنمو يعني هالنمونة هذا شو بيكون فيه يعني مطازة يعني أو ما عليه رقابة شو يعني؟ وين مربينه تحت اليونية ولا مربينه في البخار؟ كان ربيان ولا قبقوب ولا سمك، هذا كله بيا سيفود ما يسوي فيه ضرر، لبن خربان ترى يظهرون قدامك يشوون قدامك. لوادي شو تسوي؟ يلا بسمعه ولو من هذاك الشغل يدورون السمعه من اي مكان، وكله بالغلط كله بالغلط. هذا حين كم تشل انت اتم، وانت بعد يا الانسان اللي تداول المسجات هذه كم لك تشل اوزار اوزار الاثام اللي جايينك الخبر هذا، انت هل هو ظاهر من السفاره امتثل للخبر اللي جايينك من السفاره، لا تمتثل للامر اللي جايينك من سايح من زيد عبيد فلان علان. السفاره ادرى، سفارات الدول العربيه ادرى بكل بلد، وتروم تخبرك وتقول لك انك خذ ولا لا تاخذ، هي اللي تنصح وهي اللي تعرف. واذا حد يتسمم ولا حد اندحق بطنه ولا ولا انبعي ولا ولا اللي ياه اللي يه اللي يه، لازم السفارات ابوي هي اللي عندها خبر هي بتبلغ الوادم. يعني ما يستوي انك الحين انت انسان عسب تدور لك سمعه وفيديوهاتك تنتشر تقول والله موزهم هذا محقون بما ادري شو، ولا العصيرهم هذا في الصبغ ما ادري شو ماله، ولا شو بقولكم امورهم وايده، ولا سمكهم هذا مربينه تحت شباريهم، كل خرطي. انا ما في اوضح اكثر، لكن هذا الشيء اللي يرمس بهالرمسه ما في مخافه من الله. فلذلك اطيعوا الله والرسول واولي الامر، والمسؤوله عن حل الامور كلها تقدر تفيدكم به السفارات، تسالون السفاره وهم بيقولوا لكم هي نعم السفارات ابوي بتجاوبكم عن الدخاتر الزينة وعن المستشفيات الزينة وعن كل شيء زين في هالبلاد وغير هالبلاد، بتخبركم عن الشركات الوهمية المطاعم مال السم والسقم كل أبوي بخبركم عنه. هاي محسن منو الله إيه ده this is what is the difference between this one and this one this one no spicy this one spicy okay and how could I eat it okay أيوة بس إيه this is out أيوة هذا أبوي الظهر هذا الظهر خاري هذا النغر هذا النغر على ما شوف كذا جديد ها تعرف فنان ها هذا ماشي شرات والله لزين فوق عن الزين ماشي شرات شوف كل تم اي بال عبال ولا همك الله ولا هم يحزنوها تقبض ايدك شي ها ما في فريا تظهرها خمسة في الدقوط صارها وتقول بها يا حبيب النبي تظهر حالها هي محسن لك بك على المحسن ايه رايك تحفة تعرف تلعب وباكل منها بجد والله خلتني فين؟ فين؟ اه ذاك السمك فين سر السمك ده؟ عند الوكالة بتاعت ايه؟ عند وكالة البلع عندهم نفس النوع سمعت بالله عليك ليش في العقل؟ وينه؟ عند ذاك السمك والحلفان غير حلفان سادة انا انت عارفني انا سادة
هير بليز. هاي ربيانتي بالعدل، وحده هو وحده انا. قاطو توك ما تبع، توك ما تبع اللي تاكل يا رجل، خف علينا. قاطو نفس طعم اللي عند مين؟ لك التفكير ليه بكال قول لي. ترى كل بلد، كل بلد فيها الزين وفيها الشيء، فيها العدل فيها المايل. انت ما بتخلي قارة هذه تايلند مملكة، مملكة تايلند بلاد بين بين كل بين بين مدينة ومدينة 3-4 ساعات طيران. شو ترمس عن انت حبة تكون يعني بني آدم واحد او ذكر ولا انت؟ والله نحن سنة تايلند وتايلند خايسة وما ادري هايش البلاد هب زينة، وهاي يحطون الايس كريم مالهم في دهن خنزير، وهذا والله النخي مالهم يدرون عليه ما ادري شحن ما ادري شو كل شد. لا تستقون المعلومه شو حينه يقولوا والله نحن يانا الخبر ووزعناه. اي هذا ابوي مكانكم في الدرك الاسفل، تخوض مع الخائضين، تشل اوزار الناس هاي كلها. كل حد بيوزع المسج اللي انت من دبنا هذا كان فيه ذم ولا مسبه ولا تعذريب عن ذكر او انثى او بلد او تجاره او مطعم او اي شيء، وانت مفتري عليهم. اللي مطرشنا هذا انت ما تدري هذا شو قصده، شو قصده يوم يقول لك والله نحن ما ناكل في الاماكن هاي او ما نسير البلاد هذه او 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 وايد اشياء، او الفندق هذا فيه شيء الفلاني ولا المطعم فيه شيء الفلاني. هذا ابوي يقول لك يوم انت بتودي الاشاعه هذه تندبها شرق وغرب، انت كم شلت من الاوزار. هذا تخوض مع الخائضين في الدرك الاسفل اللي طرش مسجات فيها سب فيها تعذريب عن اوادم لو بلادين ولا حكومات او ايا كان. طهرك شي طهرك يا البنادم، وين لك توبك حق منو بتعذر؟ عند منو بتعذر؟ تتعذر من الله سبحانه وتعالى؟ الله ما بيسمح لك انك قد ضريت بلاد كامله، استغفر الله، الله بيسمح لك هالنمونه يعني؟ لا، لازم تكفر عن كذبك هاي اللي كاتبنها على العرب كلها. وين الله بيسمح لك؟ الله ما بيسمح لك، استغفر الله العظيم. علم عند الله لك، استغفر الله. شاك الحين خارج مستقبل 1600 طائف وقبيله بلاد جسدت عليها، قالوا والله هاكل بقعة الفلانية يعطون زراعتهم مجاري ولا ما ادري شو سمعت المكان هاي يربونه وانه بخراخر. شو امور تظهر من عندهم، والسبب شو يبون؟ يبون ينزلون فيديو ويحطون صورتهم عليه وينتشر. وينك من الله سبحانه وتعالى؟ وينك عن الله؟ شو بيسوي بك رب العالمين؟ هذا حق العرب هاي أمة لا اله الا الله اللي فاتح بيوت وانت جيت وخربت عليهم. كان من وراء بيع اشياء في الاماكن المكشوفه ولا بيع فاكهه ولا فنادق ولا دوله انت خربت عليها. والله بلادها ما ينسى حراميه يسرقون حال من العين. اي نعم، من هم التقت مكه اشرف بقاع الارض، يوم ما تحفظ مالك بتنصرج اشرف بقاع الارض. شو ترمس انت عن شو يعني؟ كل بلاد ابوي فيها ما شيء، بلاد ابوي ما فيها معشره، ما شيء بلاد ما فيها مقبره، مجابر بمزرعه الدنيا. صح ولا قوه؟ نور يا حق محسن. نور ايه؟ نورك نويك. العشوه ناريل بارده، سلم على الشبت. ايوه يلا محسن، خذ انت الاول. اوكي انذر وان فور مي. يس يس. Good, thank you. Thank you. شوف
احسن تخلصها تعطيك اياه خليك تاكل حليل. ما بدي اتعب سلك والله اني ما اعرف بس بطعم له شويونه هذا بس انف مدام اوكي اوكي تقول ايه عن الست الكبيرة؟ الست كبيرة قوي يا عيني ايه غلبانة هذا يقول ذيب انت عسعس ولا سبع النعس تعرف يعني اللي يتعسعس ويدور رزقه بعيد احسن عن الانسان يعني ذيب لما يروح يدور يتعسعس في الليل العسة في الليل زين؟ حبيب سلم عليك محسن العسة في الليل يروح يعس يترزق الله احسن من السبع النعسان صح اي والله ربنا يهديك ربنا يهدك عفوا واعي شو بتظهر من هدل البطن شو جاي بنك ما رقدتوا انتوا؟ اي خوزوا عنه خوزوا عنه يا يباني تعال صلاح تعال حبيبي شو بلاك ما رقدت؟ كان راقد ونش ولا الحين بعد ما رقد؟ صلاح توا واعي؟ لا روح امام في بولي وراقد كان؟ جوان لا يوعان صلاح؟ لا قصوا له عطى موز موز لا شو تريد عيال؟ خبوس يلا تعال شو اسمك؟ هذا ديتشو شو اسمه؟ محسن ما يبى موز يبى سندويتش يلا منك قال محسن انه بيلقط كواعي الحين يوعان انت؟ اي امس من امس؟ هل طاحن الصبح ولا طاحن؟ شوي كل اختي يتحرى الحين هو رقد خطف يوم انت كنت نايم من البارح والله ما بيجي يجي طلعين ساعة نوم صح؟ على هين يجي يقوم من امس رقد ساعتين ايه طلعين ساعة نوم على هين يجي يقول اسد بول روح امام تجي بول تعال ولا اسد خالد يجي تعال دقيقة صغيرة وحين شو بتسوي صراحة؟ لازم اكل؟ يا ربي ممكن كل صراحة بالليل سلام مو زين زيادة كل موز 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 سكر واجد سلام بالله تعال يا عبد الشاتم هذا محسن نعم الحق علينا عليك انت وبينا وبينا هون انت وش دراني بانه واعي يعني شو تاكل؟ تبي انت بعد؟ همبرجر؟ انا مو زي يا جوان بس بروح بعدين نجيب هي ماشي تعال معي ليش تصير وياي يلا قر سر روحك جيب اثنين همبرجر واحد حق صراحه واحد حقه واحد حقك انت مش عايز انا لا باكل مانجا لا ودر الهمبر يلا سر ودر المانجا باقي واكل بتاعك لسه كان باقي بعيد شو الحين هلا هجيب اثنين بوق اثنين بوق يلا سر عيال جيد سلام الله